السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بخير. عارف اني ما فهمت شيء، بس اهم شيء انه مقدمتي. السلام عليكم يا جماعة يا اخوان، كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم يا اولاد؟ في شيء فوق هناك؟ ما في مشكلة، خلاص ابويا. نعم. كثيرين مرة كثير في الكومنتات في الخاص في انستغرام كل مكان انه نبغى قصة الوالد. جماعة الفيديو الاخير يا اخي اشوف كومنتات كلها تقول انه تحدي اليوم كم مره قال ابو امجد. شوف شكرا لكم يا جماعه على كومنتاتكم، والله انه كومنتات يا اخي اقول ايش انا الحين ايش اقدر اقول؟ انا لما يجيني كلام جميل والله ما اعرف اعبر، اعطيه قلبين كذا واسكت. مقطع اللي قلت لكم وصلوا 30,000 والوالد قال وصلوا 40,000، ما شاء الله تبارك الله، اكثر من 55,000، ما شاء الله تبارك الله يا ابويا، ما شاء الله تبارك الله، ما يسمعون كلامك يحبونك ما شاء الله تبارك. خلاص ابوي شكله ما حد يباني، خلاص ليش يحبوك انت؟ انا ما يحبني، اللي يحبني والله اموت فيك. نبدا القصه. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا عن قصتك ابويا. علمني انا كمان وعلم اللي قاعدين يشوفونك هنا داخل الكاميرا هذه. طيب السلام عليكم يا جماعه يا اخوان يا اولاد يا بنات. كان مولود انا 1954، لما كان 5 سنوات عمر حقي، اول واحد انا اولاد. ثم 5 سنة كان شهر رمضان، كان امي مريض وتوفى امي. كان 3 اخوان نحن، اول واحد وثانيتين اصغر مني الحمد لله. بعدين مشي الامور شوي، هنا استنى عند البزوره وهنا، وبابا سوي خدمه. بابا كان يعني روح شغل، انا امشي معه ورا، واثنين اخواني كان نايم في البيت. بعدين يا ولدي كان جدك امشي، انا امشي ورا، كلام ارجع يا ولدي ارجع، بس انا ارجع شويه عشان امك كان في البيت نايم. كان اولاد اللي اخواني صغير كان نوم عند جدتي غرفه، وما اقدر امشي كثير، كان صغير مسكين. انا امشي ورا مع بابا، امشي ورا وازهم ارجع يا ولد ارجع، بس انا شويه ارجع كمان امشي ورا. كان امشي في الطريق من بيت، كان شويه كان بابا اروح عند اصحابه، ما ادري ايش شغل كان. كان عمر حقي 5 سنة وشويه كان. انا ما نسيت الكلام حق اول. بعدين انا امشي، بابا كان 100 متر قدام، تمام. كان واحد غرفه حق ماتورات، انا لما اروح الطريق هو جنب الطريق، يعني نص متر ما في فرق، كان على الطريق. ايوه على الطريق. بعدين ازهم النفر، تعال يا ولد، انا تعال عنده وشوف على بابا. بابا كلام ارجع، انا على طول خش عند الشيبه، ازهمني تعال خذ حلاوه تعال. كلام من هذا الشيبه يجلس في دقن ابيض يجلس معه. اتينا زي حلويات شويه، كيف حالك ولدي، كيف اخبار، كيف من ازهم عليك؟ انا كلام بابا كان امشي قدامه وازهم، كان صغير انا ما نسيت كلام. بابا ارجع قال كيف الخش الغرفه؟ عبد المجيد، انا كلام ها يا جدي، انا عند ازهمني بابا، انا اخرج عند بابا اروح. قال خلاص فين بابا؟ انا بابا قريب يجي. بعدين اتيته حلاوه كمان شويه، بابا وصل، انا اخرج من باب. بابا قال ايش هنا كلام؟ في جدي هنا يجلس واحد شيبه. قال عبد المجيد كيف حالك؟ انا اشوف حلاوه هذا انا اكلته كمان. ايوه بابا شوف الغرفه ما في شيء. الله ما في شيء، كان دقن زي هذا وكلام وكذا. بابا قال اي فين كان؟ بابا لما عارف حلويات هذا من فين جابوا حلاوه؟ كلامتين هذا شيء بانا حلاوه كان. بعدين ارجع بابا ما يروح عند اصحاب، ارجع البيت يجلس. الحمد لله عشينا في الليل، كان هو وقت في النهار يعني قريب مغرب، حتى ما المغرب هذا الاسف. الحين ابويا غرفه هذاك ما كان في ولا احد؟ لا ما في احد كان اول. ايش من فين هذا؟ ما ادري من فين هذا والله، ولا جن ما ادري ايش، انا ايش اعرف؟ انا يجي زي شكل بني ادم، دقن زي هذا ابيض، دقن كان عجوز. ايوه شيبه، كانت هنا حلويات وكذا فرحان معه. وبعدين بابا يجي يدور فين، بعدين بابا ارجع بيت. لما بابا عارف لما حلويات مع يدي كان انا اكل معي. ايوه بعدين ارجع بيت. مره ثانيه يا ولدي بابا جد حقك كان اشتريته جمل، جمل كان عجوز مش للشباب، جمل اللي الناقه اللي حق حليب، عارف؟ لا ناقه وابغى امشي انا ابكي
كان ابغى اروح كم 3 كيلومتر، كان شغال هناك زرع. قال بابا انا اروح سوا. قال ليش يا ولدي؟ قال انا اروح سوا. طيب قال خليته انا ارفع، انا اجلس فوق الجمل فوق ناقة اجلس. لما نمشي زي 2 كيلومتر هو حبل، هو ابغى اكل شوف حق شجر هذا ناقة. وكان جدك اسهب اسهب قوي ها. بعد حبل قطع انقطع. ايوه هو كان في الخشن كان هذا اللي عارف قطع الحبل وناقة أجري وراء عند البيت، كان يشتهدوا قريب من بيتنا احنا صديق. بابا أجري وراء كلام وقف وقف كيف وقف كده على طول زي بعدين أنا أبكي وكمان أمسك شعرك. أيوه على طول جسم كده نطني فوق وتحت فوق وتحت أنا ما يفوق. بابا مسكين أجري وراء لما نوصله قريب بيتنا اللي اشتريته منه. وصل هناك عزهم على رجال صاحب الناقة أول كان، بعدين نزلني أنا من ناقة من جمل. ولدي أنا قال بابا جيت حقك سويت التوبة. قال مرة أي أي أديك بلاش جمل أنا ما أشتري، رجع حقك. أيوه خلاص ما أشتري حتى أيوه بلاش ما أبغى جيت ما أبغى. بعدين أرجع بيت. كم كان عمرك يا ولد؟ كان زي 6 سنوات كان. ولدي بعدين مشي أمور مشي، كان لما 10 سنة أنا بيت كان ممكن 50 بيوت كان جنبنا جماعة نحن. كان عمر حقي 10 سنوات. وأمك حقك شوش يا مشي يعني هنا روش وهنا رو بس ما أيوة أسكر مني. سوينا مدرسة جديد كان زي 2 كيلومتر بس أيوة من بيت بيت. قال لك هذا مدرسة إجا وفلان نفر سوينا ما شاء الله، كان شيخ سويت مدرسة الله. أي واحد بدورة يجي كان تعالوا جيبوا بدورة مدرسة. اللي بيت حقنا 50 بيت بس، واحد أنا واحد تاني برضو كان هو يتيم ماما حقه توفى. أيوة نحن 2 نروح مدرسة. أنتم 2 يتيمين؟ نحن 2. كان عمر 10 سنة حقي، هو 10 سنة أول ابتدائي ثاني. لما أنا سير ثاني أنا بس أروح صبح أحيان سوي أي صبح مسكين قوم ولبن كده سوي عارف. نحن يتيم زي مسكين كانوا. بعدين أنا أروح بدون أكل مدرسة. لما نروح مدرسة يعان لما ساعة 1 ساعة 2 يجي جادة من مدرسة. هو كان من طريق جنبه في نهر كان موية، في ناس سوي قطن عارف قطن، ناس يجي من مدينة حط فوق راس ولا فوق الحمار برتقال وتفة وزي كده تجيب به، خد قطن منهم أديك برتقال يعني عارف، من ناس من بزورة من حريم زي كده. أنا طريق نفسه لما أروح جيان ناس خد برتقال آكل حقه قشر أرمي وكده. والله ولدي أنا مش كذاب هذا كلام. بعد لما أنا يجي في الطريق جيان ما في أحد، شوف شوف هنا وهنا وقشر ناشف كان مش اللي أخضر شوية نشف يعني يومين 3 يوم كان شوف غسل بالموية في بمبا كان في طريق بعدهم ناس مشاذي صغير وكذا غسل على طول أكل قشر إيش سوي لمن جيهان يا رب ما في أحد شوف. بس سير 15 سنة 5 خلص مدرسة شوف خلصت. بعدين أبغى أروح مدرسة زي 4 كيلومتر. يا بابا اشتري دراجة ونحن ايش بابا انسان جد حقك كان شيبة مسكين ما عنده فلوس كثير. بعدين وزوج كان شوف كلام بابا خلاص انت اجلس في البيت انا ابغى ادور رزق انا اروح شغل اي مكان. ولدي انا كان ابغى اروح على الكراجي جدة قال هنا شغل مليان غسل زراعة وكده وكده انت صغير كيف روح كراجي. كلام طيب يا بابا رحت غسنا زراعة وكده واللي يحس بعتينا شوية أنا رجالك. أيوة بعدين أنا إجا في البيت كلمت أمك حقك في القلب كان أنا فكر خلاص اليوم سرق شيء منه من أيوة أيوة اللي أتيته شوية. رحت أنا وأمك قال إيش فين كامرو فلان مكان شيل حبل وجيب زراعة منه. مرة واحد جبته زراعة يعني زي 50 ريال سعودي 40 ريال بس. في عندي غنم يا ولدي، أمك صغير كان أمشي مال غنم حقي كان اشتريته 10 غنم. غرفة كان على الحال في الحوش رجل. ولدي في الليل مبسوط جبته بني زراعة حق رجال زحلان ما وصير بارد مبسوط يا رب خلاص أخذنا شيء منه يعني حقي يصير زراعة قامهم برصير زيادة. كان 10 غنم مبسوط. صبح قوم بدري واللي الليل سرقته حاجات. صبح قوم فك الباب حق الغنم
شفته 8 كان موت، 2 كان باقي حي. يا رب ايش سويت؟ مره ثانيه توبه، ما يسرق شيء حق ناس ولا شيء. انا قلب حقي كلام، لا ما ابغى حرام ولا حاجه. من هذاك اليوم، من هو يوم هذا الشيء اتاني الدرس طول حياتي يا ولدي. ايوه ما في فايده حرام، ايش في فايده يا امجد؟ ما في فايده منه حرام. ربنا يديك رزق حلال، في بركه في كل شيء. حرام ايش في فايده ولدي؟ الا رزق حلال، الا نسيه حق رزق حلال دول، حق ارق، حق طاب، الحمد لله، حق شغل. بعدين يا ولدي استنى كان واحد شهر شهرين، كان وقت حار شويه، اجلس بيت وهنا ما في شغال. بعدين بابا، انا بابا كان جد حقه كان زوج ثاني، كلام بابا انا انت شيء بعد الحين انا اروح شغل. انا رحت شغل، فين راح؟ في اصحاب حق بابا وكذا، رحت كراتشي. ما هو سوا كراتشي؟ ايوه كراتشي كان بعيد 1000 كيلومتر من بيت حقنا، كان عاصمه كراتشي هذا كله. ايوه نحن كلام اللي اي واحد عنده غربه اروح كراتشي شغال، زي جده رحت هناك شغال، كان كم انت عارف اديك 10 روبيه بس باليوم شغال يا ولدي. الحمد لله 3 شهر 4 شهر شغال، بعدين ارجع بيت الحمد لله. اديك جد حقك فلوس، استنى شويه بعدين اروح. كم 3 سنتين وشويه شغلت كراتشي سنتين. بعدين خالي حقي اخو ماما كان سعوديه، الله يطول عمرك والحمد لله موجود، هو كان سعودي في جدة، هو أرسل الفيزا، قال أنا أرسل فيزا صورة سوي جواز. أيوة هو أرسل فيزا، كم فيزا كان، حتى أنا كمان اسم فوق، قال هذا ولد أختي هذا يتيم، قل له صورة سوي جواز. بعدين ولدي روح هناك شغال زي مسكين شغال الحمد لله. جدة كان أول الله رحمه كان ملك خالد كان لما نحن رفعنا. بعدين يا ولدي الحمد لله شغال الحمد لله. من كان كفيل انت عارف؟ عارف شيخ علي جابر؟ الله يرحمه شيخ علي جابر ولد امه كان كفيل. الحمد لله ولدي شغلنا على نسيب، جبال سنه زوجته الحمد لله، كل شيء ربنا اعطينا اولاد وبنات الحمد لله، ربنا اعطينا الصحه ورزق حلال الحمد لله نعمه. ولدي انسان لازم اللي يخلي نيه طيب ربي يسر. نحن جايين الحمد لله ربنا على لكم الحمد لله حق الحلال اديك ربنا عارف. باقي حاجات كثير انا لازم اذكر، انت لازم كلمني اول كان هذا كلام، كان انا ما نسيت، كان حاجات كثير كان حقتها حق اولاد كان لما انا صغير كان. ان شاء الله مع الايام ان شاء الله نقول لهم، لانه فيديو واحد ما يكفي. ايوه الحمد لله ولدي، ما نقدر ننزل فيديو كذا ساعه ساعتين. الحمد لله الحمد لله، ربنا اعطينا الصحه والعافيه ورزق حلال يا رب. الحمد لله كل مسلمين يا رب كلهم ان شاء الله اديك رزق حلال يا رب. خلي ربنا بعيد من مرض كل مسلمين كلهم بلاد ان شاء الله. نصيحه واحده لهم، لازم اهم شيء رزق حلال، اهم شيء إنسان اللي عنده غربة عندك كل شيء مليان، تاون ما هو قلبك نية يعني أحسن منك الإنسان غربة. أنت لازم في قلبك خلي فكر يعني هذا إنسان أحسن مني. يا ولد يا أخوان كلهم اسمه كلام، حتى جماعتنا كلهم في عرب، أي واحد من أي مكان لا اسمه صوت حقي ما يزالوا، أي واحد لازم على رزق حلال نعمة كبير، هو رزق حلال إن شاء الله يديك بركة وخير وذا الدنيا وآخرة. حتى شوية لازم رزق حلال على نعمة كبير يا ولد. حق الحرام أول شيء يبدأ إنسان خلاص يصير فرحان مبسوط، والآخر شيء خلاص هو يجي حق الحرام، يجي أخبار والآخرة وحتى هذا الدنيا، والإخلاق وأدب للصغير كبير إن شاء الله ربي يسر. على أهم شيء لأمك وأبوك ما يخلي زعل منكم، أهم شيء خدمة حقهم تحت أمرهم، هذا خلي في رأسك في قلبك هذا كلام. في أي شيء غلط ولا حاجة سامنه ما ليش حاجات، قصة كثير مليان بس بعدين إن شاء الله. عشان ولدي قال دحين اللي أدي له قصة حق عمر حقك أتينا شوية، بس بعدين اللي كلام كمان تاني ها. أوكي يا ولد يا أخوان يا جماعة يا بنات، لازم هذا نبطل سوي 50,000 كمان ها. 50,000 لايك 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 ايه على اللايك ها. بس اشرب من كل مكان، ما اسمع كلام خلاص، ما السلام انا اروح. لا لا لازم لازم اسمع، لا ان شاء الله بسمع ان شاء الله. طيب ويا نعم،
قال لهم صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل على محمد. ربي يحفظك يا ابويا ان شاء الله يا رب. وي لاف يو فيري فيري ماتش كفى انجليزي بس. ادعوا يا جماعه انه ربنا يرفع هذا البلاء ان شاء الله يا رب على المرض هذا يا رب، خلي ربنا بعيد، وكمان شهر رمضان ان شاء الله وصل قريب. رمضان كريم يا جماعه من بدري ان شاء الله يا رب. انستغرام يا ابوي، قول لهم انستغرام شوف هنا، انستغرام شوف هناك يعني ايوه هناك انستغرام هناك سناب شات. لا مو لاهور، هنا 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 ايه. وسناب شات هنا، سناب شات هنا قريب ايه قريب ايه سناب شات قريب. فصوروا شيء تضيفينه فيه في امان الله. نمشي ابوي.